مؤسسة الأمانة الماهر شغلهم إتقان وفاخر، فحص وتشيك وكهربائي شاطر، تلف الأجهزة عندهم والميكانيكي فنان وماهر. مؤسسة الأمانة الماهر، المدينة المنورة العزيزية، هذا شارع الملك سعود، شارع المية معروف، هنا مجمع عناية الأفق العام، مقابله على طول داخل المجمع، وهنا مؤسسة الأمانة الماهر. أو شوفوا هناك آخر الشارع الإمام البخاري على فكرة، بس عشان ما ومكتوب في جوجل ماب هنا الوصف الدقيق. يلا ندخل نشوف إيش عندهم. عندهم كهرباء، ميكانيكا، من إلى. ندخل نشوف. هذه الورشة الجميلة، جمعوا بين الأجهزة الحديثة على فكرة، كل كشف السيارة، تنظيف بخاخات، كشف على السيارة، مسمكرة ما هي مسمكرة، اللي حابين يشتروا سيارات على فكرة عندهم أجهزة حديثة. الكهربائي والميكانيكي أكثر من 20 سنة خبرة، أبشركم وإنتوا عارفين على فكرة. الكهربائي ما شاء الله، لو ضفيرة السيارة شوفوا، أبا أجيبها من الأصعب، لو ضفيرة السيارة أبا أورطك يا باشمهندس، خليهم يجوك هنا حقنا الضفاير، تعالوا له على طول وشوفوا بنفسه. الضفاير تشتغل بمخططات الكهرباء، الضفاير بالمخطط، المخططات تشتغل يا أبو الأول داتا والميتشي. يا سلام. طيب بنعرف الضفيرة هي أصعب شيء بالسيارة، وما شاء الله سمعتكم سبقتكم، كيف الطريقة باشمهندس؟ إحنا عندنا برنامج أول داتا وبرنامج ميتشل، جميع مخططات السيارات بنجيب مخطط السيارة الأصلي، حتى لو في كهرباء قبل كده لعب في عامل كوبري ولا عامل تمديد ولا عامل حاجة، بنرجعها لأصلها تاني على حق الوكالة. توضح معاك المخطط زي طالع من الوكالة. إيش الأجهزة اللي تستخدموها؟ عندنا جهاز أوتل 906 بي تي، حلو، بلاتوز، حق ايش؟ فحص السيارات، حلو، وبرمجه لبعض خصائص السيارات. وعندنا جهاز جي سكان اللي على السياره بره، ايوه، وعندنا كاميرا فحص الماكينه وتلاجه المكيف لو فيها تهريب او حاجه، حلو، تجيب التلاجه من جوه، التلاجه صعب فكها، فك أيوة. الطابلوه والدنيا ممكن نفكها، توضح معاك المشاكل كلها، تطلع صوره كامله، عايز تصورها فيديو، عايز تصورها صوره كاميرا عاديه، يا سلام، موجود كله. على فكره من اجود انواع الاجهزه للكشف السيارات الاوتل، ايه معروفه ما شاء الله، عشان كده بوضح لهم. جهاز فحص تسريب الهواء بالدخان، لو في اي تسريب في منظومه الهواء الفاكوم في السياره بنطلعها بالجهاز دوت. كيف يعني؟ معلش، يعني مثلا انت عندك رجه في السياره، عندك تفتفه، عندك حاجه وفي تهريب في خراطيم الفاكيوم يطلع دوت، نركب فيه يمشي في دايره الفاكيوم كلها، اي تسريب في اي مكان يطلعه. راح نجرب على السياره. ابشر. يعني انا يجيني زبون او عميل يقول انا مغير القماشات، مغير الطنابير، مغير كل حاجه في الفرامل، ومع ذلك الفرامل ضعيفه، فبتكون المشكله الاساسيه في زيت الفرامل دوت، بيمتص رطوبه من الجو، حلو، يكون ضغط الـ الزيت جوه المنظومه ضعيف جدا، فبالجهاز دوت احنا بنقيس جوده زيت الفرامل اذا كان هو صالح ولا ما صالح، ان كان ما صالح بنغيره تماما وبترجع الفرامل احسن من مكان. تكون المشكله في زيت الفرامل في رطوبه. يا الله، اول مره ادري انه زيت الفرامل يتغير. على فكره الجهاز يبين، لا يشركم صاحب الحلال ابو ايمن بنفسه واقف، يعطيك الف عافيه ابو ايمن. الله يعافيك. ايش الاجهزه الحلوه دي؟ ايش خدماتها اللي تقدمها؟ الله يسلمك ويوفقك. هذا جهاز تنظيف واختبار البخاخات، حلو، ينظف فوق الموجات الصوتيه ويختبر ايضا البخاخات، جميع البخاخات يختبرها ويشوف اللي هو كفاءتها. طبعا الجهاز حديث وعلى 11 مرحلة. شو مهندس وقت تعبي لي فريون؟ ايوه بس اعبي لك، ابشر، بس لازم الاول اشوف كمية الفريون المخصصة للسيارة كام على البرنامج اول داتا، وبعد كده اعبي لك على الميزان. يعني سيارتك انت التوسان 2015 بتاخد 510 جرام. بالجرام؟ بالجرام، 510 جرام. مو عشوائي، لأن عشوائي دوت الضغوط بتختلف من الحرارة للبرودة، الضغط بيختلف، اضرب لكن الكمية حسب الشركة الصنعة بتقول لك كمية الفرون عندك 510، يعني نحط الأنبوبة. فاحنا نيجي على الميزان نوزن الأنبوبة قبل التعبية نشوف فيها كم كيلو، مثلا فيها 10 كيلو، يبقى المفروض نعبي 500 جرام يكون 9.5 كيلو. يعني حتى لو بالميزان ما بالجرام، في زيادة بالجرام، زي الشركة المصنعة
محطة كمية الفريون بنحطها بالضبط. الله يعطيكم العافية. عندهم أحدث الأجهزة، اعرفوا السيارة، اختبروها إذا كانت مرشوشة ولا رشة بلدها. هادي وانت نازل المعارض، نازل تشتري سيارة، عندهم هذه الخدمة، تواصلوا معهم عبر الأرقام، يطلع لين موقع السيارة ويختبر لك، يقول لك أتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اللي هو جهاز تنظيف وفحص البخاخات. طبعا أكثر السيارات وأغلب السيارات اللي فيها صرفية بنزين، اللي فيها ضعف، اللي فيها تكتفة، يكون من البخاخات. ميزة الجهاز، الأجهزة الحديثة والجهاز هذا الحديث، أنه يختبر وينظف البخاخات فوق الموجات الصوتية. طبعا قائمة الوظائف اللي هو 10 قوائم. عندنا أول قائمة اللي هو التنظيف باستخدام الموجات فوق، واختبار السرعة المتوسطة، واختبار السرعة العالية، واختبار وضع التسارع، واختبار عدم التسريب. يعني أحيانا لما تكون السيارة طافية والبخاخ عطلان يكون في التسريب من البخاخات، هنا الجهاز يختبر اللي هو عدم التسريب. التنظيف ينظفون اللي هو يدوي أو بدون جهاز، ما يشوف اللي هو المزايا اللي في الجهاز، 10 مزايا أو 11 ميزة اللي في الجهاز، اللي هو من اختبار التسارع والسيارة شغالة والسيارة طافية. هذه ميزة الجهاز.